أعز الفلام. بعد رؤية الخطيبين هيلي بولدوين وجاستن بيبر أثناء خروجهما في نزهة على الدراجة الهوائية في نيويورك يوم الثلاثاء الماضي، لاحظ أن جاستن بدأ يبكي وتهدئه هيلي. بعد ذلك انقلب المشهد بعد أن بدأت هيلي بالبكاء وبدأت جاستن بتهدئتها لتبكي مرة أخرى داخل مطعم، وكانا يغطيان وجههما وهما يجلسان على كرسي وهما حزينان. فأصبح تويتر بل وكل الإنترنت مليئاً بسؤال واحد: هل هما بخير؟ ما الذي حصل؟ هل هناك مكروه؟ وبدأت التكهنات حول ما إذا كان سبب حزنهما هو رفض والدة باتي ماليت للزواج لأنها تفضل سيلينا غوميز. وهناك من قال كانت هيلي حاملاً واضطرت إلى الإجهاض، وهناك من قال أنه كان يتمنى أن تكون خطيبته سيلينا بدلاً من هيلي، وهناك من قال إن جاستن فسخ خطبته من هيلي. إن جاستن أحس بأنه متسرع في قرار الزواج لأنه لا زال صغيراً. هناك من قال إنه اكتشف أحدهما أنه مريض بمرض ما. وا 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 وا. تعرفون الإشاعات لا تنتهي. لكن لا تقلقوا، فبيبر أجاب بنفسه عن السؤال الذي شغل الجميع. فيوم الخميس كان جاستن يكلم بعض الفانز حتى سأله أحد الباباراتزي: لماذا كنت تبكي؟ هل كل شيء بخير؟ وكان بيبر يحمل كتابا فأشار إليه وقال: هذا هو السبب، الكتاب. بحثنا عن هذا الكتاب فوجدنا أن عنوانه معنى الزواج: مواجهات تعقيدات الالتزام مع حكمة الله من قبل الكنيسة المشيخية، وهو من تأليف تيموثي كيلر. وأضاف بيبس: أحياناً يعيش الإنسان أياماً جيدة وأحياناً يعيش أياماً سيئة، أليس كذلك؟ والأمر ليس حقيقياً إذا لم تكن هناك أيام سيئة. ودخل إلى سيارته. ولمن يريد أن يعرف، فالكتاب يتحدث عن المسيحيين الملتزمين والمتزوجين بالفعل، حيث يكتب المؤلف كيلر أن هدفه الأساسي هو منح كل من المتزوجين وغير المتزوجين رؤية لما معنى الزواج. ما هو الزواج؟ والكتاب يتضمن حرية الغفران الذاتي، لقاءات مع يسوع، إجابات غير متوقعة على أكبر أسئلة الحياة، وعيد الميلاد المخفية أو أسرار الكريسماس، الحقيقة المدهشة وراء ميلاد المسيح، وبعض الأفكار عن النبوءة ويوم الحساب وغيرها. لن ندخل في التفاصيل، المهم هو أن بيبس بخير. فقد تأثر بهذه الأشياء، خصوصاً المقاطع التي تبين الصعاب والتعقيدات التي تنتظر المتزوجين بما أنه يستعد للزواج. شكراً لكل من راسلنا على الخاص في إنستغرام. شكراً لكل من آية، عبد الهادي، فرح، سكارليت، غدير، سيدرا، ريان، حميد، طاهر، ياسمين، ماسي لاموش، يوسف، سمير، سفيان، دودي دوديلو، هانا، لولوا، دلع، عبد الله، جاست محي، زهرة، بيلا مينا، كرم، جولدن بيز، أيوب، نرجس، محمد، براء، وميرا خدور. شكرا لأحلى متابعين، نحبكم. شكرا لكم على المتابعة، فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك، شير وسبسكرايب، وتفاعلوا معنا في المنتدى، نحبكم.